صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وزي ما قلنا لحضراتكم في بداية الحلقة إن امبارح كان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. في حقيقة الأمر مصر أو الدولة المصرية تحديدا اشتغلت على عدد من الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة المصرية، وده بالتأكيد ساهم في بناء قدرتها وتمكينها سياسيا اقتصاديا واجتماعيا ايضا. واهم الجهود اللي بتبذل يعني في هذا المجال تحديدا هي المبادرات المتعدده اللي كان بهدف تحقيق نوع من انواع التكافل ايضا الاجتماعي للمراه المعيله، وكمان التصدي للعنف ضد المراه. ده حصل بعد اجراءات وتشريعات وتعديلات في قوانين متعدده هنتعرف عليها، واهم المكتسبات اللي حققتها المراه خلال الفتره الماضيه وتحديدا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال ضيفتنا الاستاذه دينا المقدم المحاميه. صباح الخير يا استاذه دينا. صباح الخير يا احمد. صباح الخير. يعني شايفه ازاي الفتره الحاليه، لان البعض بيصفها بالعصر الذهبي للمراه لما حصلت عليه من اعاده حقوقها وتمكينها ايضا. ده حقيقي. على مدار سنوات كتير جدا كان في بعض المفاهيم القانونيه او تجريم بعض الافعال ضد المراه مش معرفة بشكل واضح. يعني كان مثلا، خلينا نتكلم عن جريمة التحرش، هي التحرش المطلق، محدش كان عارف التحرش ده نوعه ايه او شكله ايه او ايه هي الايحاءات اللي انا ممكن في القانون اعتبرها نوع من انواع التحرش. والجريمة بتاعتها كانت جنحة مثلا، فبقت جناية، فبقت اكبر عقوبتها، اكبر تغليظ العقوب طبعا. فكتير يعني جرائم كتير كانت بترتكب ضد المرأة، واستحدث علينا برضو بعض الجرائم زي مثلا العنف الإلكتروني أو التنمر الإلكتروني ضد المرأة، الاغتصاب الزوجي. في بعض المصطلحات كانت موجودة وتمارس ضد المرأة على مدار سنوات طويلة جدا، ولكن ما كانش القانون بيعتبرها جريمة مثلا. فمن هنا بنقدر نقول بأنه التعديلات التشريعية أو استحداث بعض التشريعات لحماية المرأة بتعريف بقى الجرائم اللي بترتكب ضدها دي بشكل أوضح وتغليظ عقوبتها، ده بشكل كبير حد جدا من الجرائم اللي بترتكب دي ضدها. على سبيل المثال مثلا الختان ضد الإناث، الجريمة دي برضو على مدار سنين كانت بترتكب بأرقام ونسب عالية جدا. لما غلظنا العقوبة ولما بدأ يبقى في وعي كمان عند الشعب أو الأهالي، يعني بدأوا يفهموا إن دي جريمة فعلا، وإن الجريمة دي لها عقوبة ونتائجها كمان سلبية جدا، سواء كان على البنت اللي بيرتكب ضدها الجريمة دي أو عليهم هم كمان كأسرة، بدأ يبقى في قلت نسبة ارتكاب الجرائم دي. صحيح. وبالتالي احنا في السنوات الاخيره القوانين دي حدت من ارتكاب هذه الجرائم، بالاضافه لانه في حملات توعيه كبيره جدا بيقوم بها المجلس القومي للمراه مثلا، التوعيه الاعلاميه. احنا في القانون بنحاول بشكل كبير جدا ان احنا نوعي البنات بحقوقهم ايه، وازاي بلغوا، وازاي بنقدر نحافظ على سريه كمان بياناتك والمعلومات عنك لما بتبلغي عن اي جريمه بترتكب ضدك. يعني طيب استاذه دينا، يمكن لغايه النهارده ممكن بعض البنات اللي بيتفرجوا علينا بيمارس ضدهم العنف سواء في البيت او حتى في الشغل، يمكن تحرش حتى لو لفظي زي ما حضرتك ذكرتي من شويه. تعمل ايه البنت اللي شايفه ده، او يعني ممكن في واحده مش عارفه توصل لمين، تكلم مين، تروح فين، تعمل ايه البنت اللي بيمارس عليها هذه الانواع من الضغوطات او العنف ضدها؟ بصي، على الرغم برضو من هذا الكم المهول من المبادرات ومحاولات لتوعية الفتيات، ولكن الخوف هو اللي دايما بيبقى مسيطر على البنت او السيده لما بتبقى بتتعرض، خاصه التحرش، لانها جريمه نظره المجتمع جدا. هي اولا طول الوقت المجتمع بيجرمها هي، او لو يعني العنف ضدها مش هتقول انا مش هروح اشتكي جوزي ابو عيالي مثلا. يعني ما هو هنا في شقين. في شق طول الوقت هو شايف انها هي المذنبه، مش الطرف الاخر. هي مذنبه في لبسها، هي علشان مش محجبه، هي علشان لبسها ملفت، هي علشان طريقتها مختلفه، هي كونها انثى فهي
لبسها مزمن. هو اللي عمل كده يعني دايما مبررات كنا بنشوفها. في ناس معتقده انك كونك ست انت مش المفروض انك تطلعي من البيت اصلا، وبعدين طلعتي في البيت فاحنا عندنا تصريح بان احنا نتحرش بيكي او نتنمر عليكي او نرتكب في حق بعض الغرائب. يعني اعتقد مش والله احمد لسه موجوده بشكل عنها. ما بس يعني لا لسه موجوده اكيد بقى في خوف بقى يعني طيب. خوف من العقوبه من القانون لان هي بدات تتكلم وبدات تعبر عن نفسها بشكل افضل. الجرائم اللي بترتكب من الزوج ضد الزوجه احنا شعب عاطفي شويه وبتحكمنا المشاعر اكتر من القانون. يعني حتى لو هي انفعلت جدا وقررت انها تروح تبلغ عنه بانه بيضربها وبيعنفها او بيرتكب ضدها اي نوع من انواع الجرائم، يعني بعد شويه بتقول لك لا ابو الاولاد ولازم نتصالح وفي قاعده عرفيه بتتم كده والموضوع بينتهي. وممكن يتصاعد ضدها العنف ده بانه لو دلوقتي بيضربها بس او بيعنفها تعنيف لفظي مثلا بعد شويه بيبقى تشوه مثلا. فهي دي المشكله بانه انا لازم افهم بانه انا مش بضره، بالعكس يمكن اكون بحمي اولادي من انهم يتعرضوا او يشوفوا والدتهم وهما بتتعرض للعنف الجسدي او اللفظي، ده مش شيء لطيف يعني. بس طيب خليني اسالك ايه اهم المكتسبات اللي قدرتم او قدرت المراه المصريه تحديدا اللي هي تحصل عليها خلال الفتره الماضيه؟ هنا لو بتكلم على مكتسبات اقتصاديه، مكتسبات اجتماعيه، وايضا مكتسبات قانونيه. مش محتاج ان احنا نقول بانه قد ايه المراه حصل لها طفره في مستقبلها السياسي والقانوني والاقتصادي. يعني صحيح. عندنا مشاريع دلوقتي وزاره التضامن الاجتماعي بتقدم مشاريع ميسره جدا للمراه، مشاريع صغيره جدا بتقدر من خلالها تعبر عن موهبتها عن قدرتها على العمل، تعمل مشاريع وبتشغل ناس، وفي مبادرات هايله للسيدات دلوقتي معركه رفنا وغيرها. طبعا من طبعا نعم. لو هتكلم عن التمكين السياسي مثلا تكاد تكون دي اكتر ولا حرج طبعا يعني اكتر فتره الست فيها قدرت تبقى بتثبت وجودها فعلا، سواء كانت موظفه صغيره في مصلحه حكوميه لغايه ما بقت وزيره لغايه ما بقت بتعبر عننا في محافل كتير في الخارج يعني. وبالتالي انا اختباري ليها بانها هل هي فعلا قادره على انها تنجح سياسيا ولا لا، اعتقد التجربه كانت ناجحه جدا وقدرت انها تعبر بشكل جيد عن صحيح. انها تستحق فعلا هذا التمكين. قانونا انا شايفه طبعا في مجالنا انا شايفه ان في طفره كمان حاصله للمحاميات بالاخص. يعني بدات المحاميات محاميات ولا قاضيات؟ خلينا كده المحاميات الاول بعدين هجي لك للقاضيات. يعني فانا شايفه ان في طفره حاصله لهم بانه هي لسه في موروث ثقافي ذكوري كده بانه اذا مرأة قاعدة على المنصة ففي قلق، يعني ان هي ممكن يبقى تتحكم فيها مشاعرها اكتر، لكن التجربة العملية برضو والثقة اللي هي اخذتها من الدولة اثبتت بانها كونها امرأة هذا لا يمنع تماما بانها تقدر فعلا انها تكون قاضية بتحكم بالمستندات اللي قدامها والاوراق اللي قدامها وبعقلها مش بعواطف. كمان بشوف انه في الاعلام وفي الصحافه وفي يعني هي نورت يعني يعني بدات تعبر عن نفسها بشكل الفقره دي اسيب بسنت بشكل مريح يعني لانه اصل التربيه اللي تربتها المراه في الشرق الاوسط عامه هي مبنيه على الخوف طول الوقت وعدم الثقه في نفسها بانها طول الوقت قلقانه وخايفه هل هي بتادي كويس ولا لا. لا انا شايفاها منوره جدا الفتره دي وشايفاها بتقدر تعبر عن نفسها بشكل صحي كمان وجيد يعني. طيب استاذه دينا ذكرتي يمكن نقطه مهمه جدا جدا وهي نقطه ختان الاناث اللي للاسف في بعض القرى المصريه لسه مازال في هذه الممارسات الخاطئه تجاه طبعا البنات الصغيرات يعني من المصريات. فالنهارده في عقوبه على ختان الاناث وتم تغليظ هذه العقوبه برضو، هل النسب النهارده قلت بسبب العقوبه دي؟ اكيد طبعا يعني ما بقيناش نسمع كمان يعني خدي بالك دايما بعيدا عن الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء دايما بت 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 بتشوفي الجرائم انت تسمعي عنها قد ايه كم مره في الشهر وكم مره في السنه والناس بدات تبلغ ولا لا. العقوبه ختان الاناث يعني كانت
ما بتتخطاش السنتين، ده لو حصل بانه يبقى في بلاغ مثلا ويتعاقب الطبيب اللي قام بهذه الجريمه. دلوقتي لا، وصلت لخمس سنين، وصلت لسبع سنين، ممكن توصل لعشر سنين كمان. صحيح. لو تسبب في حالة وفاة أو عاهة مستديمة للبنت يعني. بالإضافة إن إحنا بدأنا نعاقب كمان الأب اللي بيرتكب الفعل ده في بنته. بدأنا نوعي البنات بأنه ده فعل لا يصح أبداً أنك تقبليه لو كنت في السن بيسمح لك بأنك تقبلي أو ترفضي يعني. وبدأت الناس الجماهير بقى كمان تساعد في انها لما بتعرف انه في طبيب بيقوم بهذا الفعل او اب هيعمل كده في بنته، وبدأوا هم كمان يتصلوا على نجدة الطفل وبدأوا يبلغوا. وده دي طفرة في التوعية عظيمة وهائلة. طيب. ومستمرة يعني. علشان نحصل على اكبر قدر ممكن من المكتسبات لحقوق المرأة. احنا المرحلة اللي جاية عاوزين نشتغل. دي جملة أكثر. غريبة يقولها رجل يعني. لا انا شايف ان مفيش فرق ما بين راجل وست بالمناسبه يعني. طالما الشخص اللي موجود هو شخص مميز، شخص قادر، شخص عنده القدره على العطاء وافاده المصلحه العامه. ومن المصلحه العامه اتكلم الارضيه المشتركه اللي بتجمعنا سواء رجال او ذكور، اذا خلاص اتفضلي. عشان كده دايما اقول قضايا المراه مش المفروض انه يتكلم فيها المراه فقط عشان ما تتحولش لقضايا فئويه او عنصريه. احنا لما بنتكلم عن العنف ضد المراه مش بتكلم عن العنف لكونها امراه فقط، ولكن هي مواطن وانسان. اسالك سؤال، هي المراه دي مين؟ امي، اختي، ما مش كل زوجتي. الناس بتقول كده برضه يا استاذ احمد او يعني. او الناس كتيره بتقول بس ما فيش فعل على ارض الواقع. صحيح. يعني لما بقى في على ارض الواقع بقى نبتدي ناخد النهارده بالظبط. في مشكله حاصله مع الفيمينست بالذات بانه سقف الطموح بيعلى قوي لدرجه انها بقت عاوزه تساوي يعني تساوي المراه بالرجل كنوعين. انا متفق معاكي، مش هينفع هي لازم تفضل ست وهو لازم يفضل راجل. في بعض الامور لابد ان يتواجد فيها رجل، وامور اخرى لابد ان تتواجد فيها سيده. لكن الحقيقه هي تشاركيه في النهايه، في مشاركه. هتكلم عن حقوق، فهي كامل الحقوق اللي عند حضرتك لازم تكون موجوده. صحيح. عندها بالزبط. مش هينفع اقول لان انت راجل فينفع تبقى على حقوق مكفوله بموجب الدستور والقانون. ده حقيقي. صحيح. ده حقيقي. لكن التمييز، ولكن انا بتكلم عن الحياه الاجتماعيه ما بين الرجل والمراه. لازم تفضل هي ست ويفضل أكيد. هو راجل. طيب استاذه دينا، اهميه تعديل قانون المواريث يعني معاقبه كمان الممتنعين. لسه تعديل تاني. اهميه كمان معاقبه الممتنعين. للاسف ما زال لسه الريف والصعيد بيعاني من منع البنات من انهم يحصلوا على ميراثهم، خاصه لو ارض، لان هم بيعتبروا انه هذا شيء مشين في حق الهيبه الذكوريه يعني. نعم. وبالتالي لسه في بنات يا حرام ما بتقدرش تاخد ورثها، وممكن تبقى قاعده في بيت بسيط، وممكن يبقى بيت مش بتاعها كمان على فكره يعني، تبقى مأجره بيت وهي عندها ارض. صحيح. ورثها هي واخواتها البنات، بس لمجرد انهم بنات ممنوعين من انهم ياخدوا ميراثهم. تم تغليظ عقوبه المنع انك مثلا تمنع بنت من انها تاخد ميراثها، او تمنع مستند بيثبت بانه ليها ميراث او حصتها في الميراث كذا، بانه بقى في عقوبه مدتها من 6 شهور لسنه وغرامه ماليه تقريبا حوالي 20,000 جنيه. انا اعتقد ان العقوبه دي مع الواقع العملي بقت بالظبط محتاجه. انا حابب يكون المنع اكبر يعني بكتير، المبلغ اللي امتنع اللي هو اداؤه اكبر بكتير ولسه جدا ده من يعني ده يعني القانون ده لسه تم اقراره حديثا يعني، ولكن اعتقد انه محتاج يتغلط اكتر. محتاجين نفهم انه البنات مش المفروض تخاف، لانه للاسف بنت الريف والصعيد مسيطر عليها دايما الخوف من انه ده عمي او ده خالي فمش هينفع اروح ابلغ عنه. طب ما هو في نفس الوقت هو ما اعتبركيش ان انت بنت اخوه او بنت اخته واخد ميراثك كالحقك يعني زي ما بيقول. فاحنا مش بنقول ان احنا يعني بنشوش علاقه او بنشوه علاقه اسريه صله الرحم، ولكن لازم نحفظ لها حقوقها ولازم هي تحافظ على حقوقها وما تبقاش خايفه، وبنحميها قانونا اولا واخيرا يعني. يعني على اي حال خلينا نكون معترفين، لسه عاوزين مزيد من التعديلات في هذا القطاع تحديدا او هذا القانون تحديدا، لكن ما حدث هو خطوه على الطريق طبعا. الصحيح ده بالذات ما حدش كان بيتكلم عنه اصلا يعني، وما حدش يقدر ينكر ان في مكتسبات كتيره اعادت للمراه حقوقها ومكنت المراه
ولسه في اكتر اعتقد في مصر في الجمهوريه الجديده. على اي حال بنشكر حضرتك الاستاذه دينا المقدم المحاميه والناشطه الحقوقيه. شكرا لك يا استاذ، حضراتكم شكرا.